لأن الهدف من هذا الفايل، هلا راح نشوف في فايل، راح نطلع على فايل بكرة اللي هو في السيميلينك. السيميلينك زي اسمها طبعا هي جزء من الماتلاب، والهدف منها إنه أعمل سيميليشن لإنجينيرينج سيستم. أول سؤال نسأل نفسنا، ليش أنا بعمل سيميليشن؟ What is simulation؟ إيش هي السيميليشن؟ تمام. إذا أنا في عندي سيستم حقيقي، فيزيكال سيستم، الفيزيكال سيستم هذا ما بصير أنا أروح أبني وأنا مش عارف شو راح يطلع منه، مظبوط؟ في ما في حد بروح ببني بيت أو منزل أو سيارة وهو لسه مش مجرب وعمل له سيميليشن. فالهدف الرئيسي، الهدف الأساسي لعمل المهندس إنه يعمل سيميليشن لفيزيكال سيستم بالأول، ويشوف هذا السيستم كيف البرفورمانس تبعه قبل ما أروح أبني. وبده يكون الموديل اللي أنا ببنيه لهذا السيستم مشابه إلى حد كبير للسيستم الأصلي من ناحية مواصفاته المختلفة. يعني مثلا خلينا نأخذ على سبيل المثال هذا بيت بسيط جدا، أخذنا هون بيت بسيط جدا، إله طول، إله عرض بالأمتار، إله ارتفاع، في إله روف هون، والروف هذا في إله هذا الطول من هون حددناه. طبعا احنا محددين الزاويه كمان، هاي الزاويه محدده اظن هاي 40 ديجري، 40 درجه اظن كافي اني احدد الدرجه على فكره بدون ما احدد بي، بتطلع بي معي. تمام اوكي. هذا المنزل، هلا لو بدنا نيجي احنا نعدد شو الاشياء اللي لازم اعرفها عن هذا المنزل حتى اعمل له موديل، ايش السؤال المفروض تسالني اياه مباشره لما بقول لك ايش الاشياء اللي لازم اعرفها عن هذا المنزل حتى اعمل له موديل قبل ما نكمل؟ بس انا شو هدفي، ايش هدفي، شو بدي اعمل سيميليشن، شو السيميليشن او شو النتيجه اللي بدي اطلع منها لهذا المنزل؟ هل انا بدي اعرف الزمن اللي بياخذ الشخص حتى يدخل ويخرج من هذا المنزل؟ هل انا بدي اعرف تكلفه بنائه؟ تمام. اذا انا لازم احدد شو الهدف. انا هدفي هون بدي اعمل ثيرمال موديل، ثيرمال موديل للتدفئه والتبريد، او بالحاله هاي بس للتدفئه. اذا ثيرمال موديل اوف ا هاوس فور هيتينج، فانا هدفي اعرف قديش تكلفه تسخين او تدفئه هذا المنزل، فبدي اعمل موديل حتى اقدر اعرف قديش تكلفه تدفئه هذا المنزل، شو التكلفه اللي راح استعملها. طبعا هذا المنزل هون احنا قررنا للبساطه انه راح انا ادفيه بالكهرباء، فعندي مصدر كهربائي راح استعمل هون صوبه كهربائيه. كان ممكن طبعا اعمل شيء معقد اكثر واقرر مثلا انه هذا في عنده جاي غاز، خط غاز مثلا، الغاز هذا اللي جاي وفي مثلا سنترال هيتنج، مش هيك؟ ممكن اخذ شيء معقد اكثر مثلا واعتبر انه هذا راح اسخنه انا بالهي بال بال بالاير كونديشننج سيستم. تمام. احنا بالحاله هي قررنا انه هذا السيستم بدنا ندفي باستعمال الهيتر. شو الاشياء اللي لازم اعرفها عن هذا السيستم، ايش البارامترز اللي تتوقع انها مهمه لهذا السيستم حتى اقدر ابني هذا الموديل له؟ تمام. اذا الدايمنشنز لازم اعرف الدايمنشنز، الدايمنشنز لازم اعرف طوله وعرضه وارتفاعه. الدايمنشنز بالحاله هاي ال دبليو اتش، هي مش بي، هي المفروض انا احط ثيتا، وثيتا هي هاي الزاويه. اذا تحددت هاي الزاويه المثلث خلص تحدد، لانه قاعدته معروفه مظبوط. قاعدته ايش المثلث هذا؟ هي نفسها دبليو، مش هيك؟ بس احدد انا ثيتا من هون القاعده وزاويه، وانا عارف انه الضلع الثاني متساوي، بس احدد هاي الزاويه، تحدد معي هذا الطول وهذا الطول. اذا هاي الدايمنشنز. ايش كمان؟ ممكن الماتيريال كمان تبعت الماتيريال تبعت الوولز، ممتاز. ماتيريال اوف وولز، مين حكى الطقس الخارجي؟ ممتاز. اذا انا لازم اعرف اكسترنال او امبيانت تمبرتشر، مش معقول يكون تدفئة هذا المنزل نفسها لبلد التمبرتشر الافرج تمبرتشر فيها 12 وبلد ثاني الافرج تمبرتشر فيها ناقص 10. قوة الهيتنج نفسه، قوة الهيتنج نفسه كمان، ممتاز. اذا هيتر، الهيتر بدي اعرف الهيتر كيف بتشتغل، واهم شيء بدي بالهيتر هاي شو بتتوقع؟ افشنسي. بالافشنسي ماشي، الباور، الباور تبعتها ان وات، لازم اعرف كم وات. اوكي هيتر هاي مثلا اذا كان هاي الكتريك هيتر قديش توقعه تكون؟ 150 واط. لا 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 850 اكثر، حوالي 2000 واط. الهيتر المنزليه هاي اللي انت بتشتريها بتركبها في المنزل بتحطها، حوالي 2000 واط، 2000 واط حوالي 8 امبير. ايش كمان؟
يلا بدي اسمع من الكل اليوم، كل واحد بده يحكي، مين ما حكاش لحد الان؟ الوي تو ممكن التصميم نفسه تبع البيت اذا كان في مداخل ومخارج كثيره. ممتاز، اذا الشبابيك والابواب. اذا انا عندي هون ويندوز، ليش احنا ركزنا على الويندوز هون؟ ما انا عارف، ما انا عارف الطول والعرض والارتفاع، ليش ركزت على الشبابيك؟ عشان انه بتكون عزلها اقل من الـ. احسنت، ممتاز. الشبابيك هي منافذ، اوكي؟ يعني انا اذا بضل على الحائط اللي سمكه 200 ملم وفي مثلا حسب طبعا طريقه البناء في بلادنا، احنا مثلا بكون عندي كونكريت مثلا وفي حجر من هون مثلا، ما راح يكون هذا عزله زي الشباك اللي سماكه الزجاج فيه حوالي 2 3 5 ملم، تمام؟ ولا الشباك اللي ايش ممكن الشباك احسن فيه؟ دبل جليزنج او تريبل جليزنج، تمام؟ اذا لازم اعرف الشبابيك. هل احسن لي ما احط الشبابيك بمره احسن من ناحيه العزل؟ بس هذا مش منطقي، مش هيك؟ فاذا انا بدي شبابيك، بدي اعرف عدد الشبابيك، مساحتها، هاي نقطة مهمة، تمام، ايش كمان؟ طبعا شبابيك وابواب انا بقول هون، بس خليني افترض انه الباب معزول بشكل جيد زيه زي الحائط، بس الشباك اخف بكثير. الشبابيك بدي اعرف سماكة الزجاج اللي فيها، الجلاس ثيكنس. بدي اعرف انه هل الجلاس هذا دبل جليزنج ولا تريبل جليزنج ولا سنجل جليزنج، تمام؟ ايوه يا اسامه. طب ايش النعده اللي انت بتحطها جوا البيت؟ اللي هي الارضيه بتجي ولا اللي هي مثلا زي بويلر؟ هلا هون احنا حاطين بهاي الحاله، حاطين احنا تدفئه بسيطه جدا، حاطين الكتريك هيتر حوالي 2000 واط بس، ما حاطين شيء ثاني. هلا اللي بده يطور الموديل بعدين يجي بيقدر يجي ياخذ اشياء مختلفه، ياخذ مثلا انظمه تدفئه مختلفه ويصير يقارن هذا النظام بهذا النظام، يجي يحط مثلا سنترال هيتنج، يحط عدد من الراديترات مثلا ويحسب لها، تمام؟ تمام، ايش كمان؟ خمسه غير موقع التدفئه نفسه. علي صوتك. موقع التدفئه. هلا احنا هون هذه ممتاز، نقطه ممتازه. انا الموديل تبعي بسيط جدا هون، فاهملت الموقع، هذا طبعا رح يكون ضعف في الموديل تبعي. بس مشكلته اذا بدي احطه راح يعقد الموديل تبعي، انا الموديل تبعي بسيط، كلامك 100% صحيح، لو انا بدي اجي اقول وين بدي احط هدول مصادر التدفئه يمكن في مكان احسن من مكان من ناحيه الافشنسي، بس احنا الموديل تبعي سمبل سمبلستي، هذا الموديل ما راح ياخذه بعين الاعتبار. ايش كمان؟ حكينا عن الماتيريال اوف وولز، ايش كمان لازم احكي؟ ثيكنس اوف وولز. اذا الثيكنس راح ياثر حتى لو كانت ماتيريال ممتازة وانا رحت حطيتها فيري فيري ثين ما رح استفيد منها. اذا انا كمان بدي هون ثيكنس اوف وولز، ايش ضل عندي؟ ضل عندي يمكن واحدة او تنتين، يعني مش كثير هذا بهذا الموديل البسيط، ضل في شغلة او شغلتين مهمات. حكينا عن الاكسترنال تمبرتشر، وطبعا الاكسترنال تمبرتشر مش رقم، راح تكون تغير خلال النهار، تمام؟ راح اجي اقول انا لانه ممكن يكون عندي الافرج تمبرتشر في مكانين في العالم متساوي، بس في احد البلدان هاي التمبرتشر بتطلع كثير وبتنزل كثير خلال النهار، وفي مكان ثاني كونستنت. اذا اكسترنال تمبرتشر والتمبرتشر فاريشن، كيف بتتغير التمبرتشر خلال النهار وخلال الليل؟ ممكن دكتور عدد الابواب مثلا بنشملها بالويندوز، اذا بدك حطها هي ويندوز مثلا ودورز من هون. الاخيره يمكن انتم ما تعرفوها، بهمني اعرف شو درجة الحرارة الداخلية اللي انا طلبتها. يعني واحد بحط الهيتر تبعته تشتغل بحيث انها تحقق له درجة حرارة 18، ما راح تكون زي واحد بحط الهيتر بشغلها بحيث تحقق له درجة حرارة 26، مضبوط؟ اذا هاي بنسميها هون ست تمبريتشر. ست تمبريتشر هي الريكوايرد تمبريتشر او الديزاير تمبريتشر. هذول تقريبا هم اهم سبع اشياء او سبع بارامترز رح ناخذهم بعين الاعتبار في هذا الموديل لما نتطلع على بناء الموديل.